الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. فالإسلام قد عمل على تخليص النفس البشرية من كل مظاهر الأنانية المقيتة، وقد قالوا: ما استحق أن يولد من عاش لنفسه. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم لمن؟ للناس. لم يقل لنفسه، خير الناس أنفعهم للناس، أفضل الناس أنفعهم للناس. وقالوا: إن لله عبادا اختصهم بقضاء حوائج الناس، حببهم في الخير وحبب الخير إليهم، إنهم الآمنون من عذاب الله يوم القيامة. وكان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن أمشي مع أخ لي في حاجة، أخ في الإنسانية، حتى أقضيها خير من أن أعتكف في مسجدي، في مسجد رسول الله هذا 10 سنين، لأنهم أضحكوا قيمة قضاء حوائج الناس. ومن فرج عن إنسان كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عز وجل عليه في الدنيا والآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، أولها صدقة جارية لأنها عامة النفع، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. وأهل العلم على أن العمل المتعد النفع مقدم على قاصر النفع، وكلما كان العمل أعم نفعا وأبعد أصرا كان أعلى ثوابا وقيمة عند الله عز وجل. ويقول صلى الله عليه وسلم: 7 يجري أجرهن على العبد وهو في قبره بعد موته: من علم علما، لأن العلم ينتفع به الناس، أي علم، سواء كان في علم من علوم الدنيا أم في علم من علوم الشريعة، أو كرنها أي وسعه، نوسع النهر لا نعتدي عليه ولا نضيقه ولا على مجاري المياه ولا على أي مجرى مائي، أو حفر بئرا يشرب الناس منه، أو غرس نخلا، وما من إنسان يزرع زرعا فيأكل منه طائر أو بهيمة أو إنسان إلا كان له به صدقة فيصاب رغم أنفه، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا صالحا يدعو له. وعبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان سائدا من الصدقات في عصره، إنما يدخل فيه من بنى مستشفى لعلاج المرضى، أو جهز مستشفى، أو عالج مريضا، أو بنى مدرسة، أو أسهم في تأسيسها، أو أصلح طريقا، أو أقام أي مرفق لصالح الناس. هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. وهذا من الصدقات الجارية، وهذا مما يجري أجره على العبد بعد موته. ونؤكد أن الشأن العام والصالح العام أمران ملازمان للوطنية الصادقة والتدين الصحيح. أما من حيث الوطنية الصادقة فإن مراعاة الشأن العام وحمايته ومراعاة المصلحة الوطنية والحفاظ عليها من أولويات وعلامات وسمات الانتماء الوطني الصادق. فالانتماء للوطن ليس كلام، الانتماء للوطن أن تعطي للوطن وأن تؤدي الحقوق كما تأخذ الواجبات. وأما من حيث الفهم الصحيح للدين فإن الحديث في الشأن العام والفتوى بدون علم أو مؤهلات للفتوى أو الحديث أمر جد خطير. وإذا كان أهل العلم والفقه على أن العالم الفقيه المجتهد أهل الاجتهاد والنظر المعتبر شرعا، إذا اجتهد فأخطأ لأنه أهل الاجتهاد فله أجر، وإن اجتهد فأصاب فله أجران. فإن مفهوم المخالفة عند الأصوليين والفقهاء يقتضي أنه من لم يكن من أهل العلم وتحدث فيما لا علم له ولم يكن متخصصا فيه فاجتهد فأصاب فعليه وزر، كالإنسان الذي لا يكون من أهل الطب ويفتح مستشفى ليعالج الناس بدون أن يكون طبيبا ولا هو مرخص الله بالطب، فإن وصف علاجا
حتى لو كان وصفه صحيحا فإنه يحاسب على جرمه وممارسة مهنة لم يصرح له بممارستها بالقانون والشرع. أما والعياذ بالله إن كتب دواء أو قام بعمل أدى إلى وفاة فعليه وزران، وزر أنه أودى بحياة إنسان ووزر أنه ليس من أهل الاختصاص. ولذا قالوا من اجتهد من غير أهل الاختصاص وتحدث فيما لا علم له به فإن أصاب فعليه وزر، وإن أخطأ فعليه وزران، وزر لخطئه ووزر لجرأته على الفتوى أو الحديث بدون علم. وإذا أجرأ الناس على الفتوى أجرأهم على النار، فعلينا أن نحترم الاختصاص والتخصص من منطلق قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل الاختصاص في كل علم وفن. نسأل أهل الطب في الطب، وأهل القانون في القانون، وأهل الهندسة في الهندسة، حتى نبني مجتمعا راقيا متقدما متحضرا من منطلق فهمنا الصحيح للدين، لا أن نخوض فيما لا نعلم. فمن كفى، فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، أن يتخوض فيما لا علم له وفيما لا دراية له. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار بعد الصغية. نسأل الله أن يعصمنا من الزلل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.